مشاهدينا الكرام، إذن للحديث عن أوضاع النازحين في العراق مع حلول عيد الفطر في البلاد، معنا من برلين عبر سكايب الحقوقي علي القيسي. حياكم الله، عيدكم مبارك أستاذ علي. حياكم الله، عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير. أهلا بك. إذن لماذا لا تزال أوضاع النازحين بهذه الحال التي شاهدناها قبل قليل في المقتطفات؟ يعني عوز، فقر، تضييق على أمني أيضا، على أقارب أيضا لهؤلاء النازحين مغيبين في السجون. عملية يعني وجود النازحين دائما الطرف الحكومي هو المتسبب به. لو كانت هناك حكومة حقيقية في العراق لعالجت هذا الأمر. الكارثة التي يمر بها النازحين الآن كارثة فظيعة، لأنها جرى تمييع هذه القضية ويعني نسيانها تماما من حتى ممن كانوا يدعون بأنهم يمثلون هؤلاء النازحين، وإذا وهي مناطق كثيرة، يعني بالإضافة لجرف الصخر منطقة يثرب ومنطقة عزيز بلد ومنطقة العويسات وغيرها، وفي تكريت في العوجة وغيرها من المناطق. هؤلاء النازحين الآن يتم تمييع وإذابة قضيتهم والاستيلاء على أملاكهم وأراضيهم ومزارعهم بعد ما تقادمت السنين عليهم. نعم. يعني الحكومة هنا تحدثت عن إغلاق العديد من المخيمات، مخيمات النازحين، وخصوصا في إعادة النازحين إلى مناطقهم. يعني ما الذي يمنع من إعادة هؤلاء النازحين لا سيما في مناطق جرف الصخر برأيك؟ يا سيدي، منطقة جرف الصخر تمثل الصندوق الأسود بالنسبة للميليشيات، لأنها فيها معلومات خطيرة جدا تدين الميليشيات والحكومة أيضا. الكثير لا يعلم أن في جرف الصخر مقابر جماعية لمعتقلين ومختطفين ومغيبين قسرا من كل محافظات ومناطق وقرى العراق السنية. هل هناك شواهد يعني على ذلك؟ نعم، هناك شواهد على ذلك وهناك دلائل على ذلك والكل يعلم بها، بالإضافة إلى ما توجد في هذه المدينة التي استبيحت واحتلت من ميليشيات إرهابية مجرمة، من معامل صناعة تصنيع حبوب المخدرات والسموم والأسلحة وتجارة الأعضاء البشرية وغيرها من تلك الأشياء. وهناك معلومات مؤكدة بأن حتى يتم تصنيع أسلحة ليست طائرات مسيرة فقط، وبتدخل دولي من إيران وما يسمى بحزب الله، هناك مواد سمية تم تجربتها على أحواض يعني بحيرات الأسماك والأنهر والمواشي في المناطق السمية. هذه الجرف الصخر أكرر بأنها صندوق أسود فيها معلومات تدين الحكومة العراقية والميليشيات، كل الميليشيات تدينهم بجرائم وشواهد يعني لا يستطيعون الإفلات منها. ولذلك يبقون، والحكومة أيضا يعني هل هناك من يستطيع أن يصدق بأن الحكومة لا تستطيع أن تدخل منطقة يعني بحجم مدينة جرف الصخر؟ وعلينا أن نتذكر أن أحد وزراء الداخلية حاول الدخول إليها لكن الميليشيات أوقفته وانتزعت منه الهواتف وأسلحة حمايته وطردته خارج إذن هذه يعني منطقة خارجة عن سيطرة العراق وخارجة عن سيطرة الحكومة وتمثل ثقب أسود في العراق. نأتي الآن أيضا إلى الفساد المالي. أين تذهب المخصصات المالية من مساعدات للنازحين، خصوصا أن وزارة الهجرة والمهجرين اعترفت أن هناك أموال مخصصة لهؤلاء النازحين، ونحن نشاهد الأحوال يعني الآن. يا سيدي الكريم، لو اعتمدت هؤلاء النازحين، لو تم الاعتماد فقط على المنظمات الدولية وما تقدم لهم لما كان هذا حالهم. لكن هذه الحكومة العراقية ومسميات أخرى لا تمنع، يعني لا تمارس فقط أنها لا تعطي لهؤلاء تضيق على المؤسسة، بل تمنع عنهم المنظمات الدولية وتنهب وتسرق هذه المساعدات. هناك مساعدات مالية قدمت للنازحين يعني تقدر بأموال طائلة لكنها لم تصل للنازحين، لأنه هذه الحكومة وميليشياتها تعتبر هؤلاء النازحين أعداء وتوصمهم بمختلف المسميات.
ثم عملية إغلاق، يعني إغلاق المخيمات، إلى أين يعودون هؤلاء؟ من يضمن لهم يعني مساكنهم؟ من يضمن أمنهم؟ من يضمن تزويدهم بوثائق؟ الآن النازحين لا يمتلكون وثائق، يعني جرت عملية تغيير وثائق وتغيير مسميات وبطاقات سكن وغيرها، الحكومة لا تتساعد في هذا الأمر. المفروض الآن هناك لجنة مختصة تتابع شؤونهم من الحكومة العراقية، تمثل كل الوزارات لتعيدهم وتؤمن إعادتهم. إلى أين يعودون؟ ما جرى الآن وما يجري الآن هو تمييع قضيتهم وإذابتها لصالح التغيير الديموغرافي والسيطرة على أملاكهم وأراضيهم. حتى دور البرلمان هنا مغيب، يعني أين النواب الذين مثلوا هذه الشريحة من النازحين، الشريحة الكبيرة والتي يعني تمثل محافظات باتت تعرف بالمنكوبة، أين من يدافع عنهم من النواب؟ هؤلاء النواب فقط نسمع أصواتهم أثناء فترة الانتخابات ووعود كاذبة، وبعدها كل شيء ينتهي، بعدها يذهبون إلى تقاسم الغنائم والنازحين والمغيبين قسرا والمعتقلين. بالنسبة لديهم يعني أرقام وأسماء وأشياء يستفادون منها فقط في الانتخابات والعود الانتخابية، أما حقيقة لا يوجد شخص واحد حتى الآن عمل بصدق من أجل إعادة هؤلاء المساكين إلى مناطقهم، ولا التحقيق في المغيبين قسرا والمعتقلين والذي يعني تقادمت عليهم هذه السنين وهذه. وعلينا أن نتذكر بأنهم لديهم عوائل وقضية زواج ومواريث وغيرها. إذن أخيرا في الدقيقة الأخيرة، من المستفيد بإبقاء هذا الملف يعني في وضع غير محلول حتى الآن؟ لماذا يبقى هذا الوضع أعياد تمر والوضع المأساوي للنازحين باق؟ المستفيد الميليشيات التي تسيطر على أراضي وأملاك ومناطق هؤلاء النازحين. لدينا أدلة وشواهد تؤكد بأن الميليشيات تعمل في هذه المناطق على عملية تغيير ديموغرافي وتستولي على أراضيهم، ويعملون بأن هذا التقادم الأمر سوف ينسي هؤلاء وسوف يضطرون إلى أن يذهبون إلى مناطق أخرى أو يتنازلون عن أملاكهم وغيرها من خلال عملية التخويف والترهيب. فالمستفيد هي الميليشيات التي تسعى لعمليات التغيير الديموغرافي. إذن من برلين ناشط الحقوقي علي القيسي، شكرا جزيلا لك. شكرا، بارك الله فيك. حياك الله.